ولنقاش ملف تفشي فيروس كورونا في سوريا وتقارير التي تتحدث عن ارتفاع معدلات الوفيات جراء الفيروس في ظل تعتيم كامل، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية المختص في أمراض الدم الدكتور جمال سواس. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم. أهلا وسهلا. وفقا لموقع سي بي اس نيوز فإن الوفيات جراء فيروس كورونا كبيرة جدا مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة، ما مدى صحة ذلك؟ من الطبيعي أن من يقول على طيران إسرائيلي أنه ماس كهربائي أن يخفي الأرقام الحقيقية لما يحصل في البلد من أي ناحية، وهذا لا نسميه إعلام وإنما نسميه إعتام. القصد هو إخفاء الحقائق ولو كانت مثل الشمس في غابات النهار. نتوقع تفضلي. دكتور، إلى أي مدى اتخذ النظام في سوريا الإجراءات الكافية لمواجهة الفيروس؟ هذا السؤال لا تزعلي مني مضحك. إذا كان يقصف شعبه بالطائرات وجاءه فيروس يقتل شعبه بالنيابة عنه، فهل تتوقعين منه أن يكافح هذا الفيروس؟ ما حقيقة الوضع الصحي في سوريا وخريطة تفشي الوباء في المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ الوضع الصحي متردي جدا، الناس ليس لديها مال لشراء الدواء ولا للغذاء الصحي ولا الوقت لممارسة الرياضة والهواء الطلق، وتصطف بالدور على جرات الغاز وعلى الماء إذا اصطفت، وإنما الزحام على أشده، هذا إذا تناسينا حلقات الدبكة عند كل ماس كهربائي كما يسمون. الزحام شديد، الإجراءات سيئة، الرعاية الطبية سيئة. نعم، ما الدوافع الحقيقية لإخفاء الأرقام الحقيقية للحالة الوبائية في سوريا وانعكاسات ذلك؟ إن انعكاسات هذا الأمر على الشعب هي الاستخفاف بفيروس قاتل وتجاهل الإجراءات الصحية اللازمة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدل أن تخف. نعم دكتور، ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للمواطنين في سوريا وفي بؤر النزاع الذين دولهم لا تقدم لهم الإجراءات الكافية لحمايتهم ووقايتهم من هذا الفيروس؟ اعتمدوا بعد الله على أنفسكم، تجنبوا التجمعات غير الضرورية، اتبعوا قواعد النظافة الشخصية، لبس الكمامة، تجنب المصافحة. أي إنسان يشعر بأعراض مشابهة لأعراض الكورونا عليه أن يتحلى بالضمير الاجتماعي ويعزل نفسه ويتجنب مخالطة الناس إلى أن تمر الأزمة بالنسبة له. شكرا جزيلا لك المختص في أمراض الدم دكتور جمال سواس، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية.